اليوم طيبت طعام معسل باللحم وخرج بزاف بنين، وخاصة الطعام لازم تفوريه. واليوم غادي نعطي لك واحد العفسة اللي تخلي الطعام يفور بسرعة بلا ما يغبنك، وكذلك يخرج بزاف بنين. بقاي معايا نشوفوا كيفاش. بعد ما تجيبي الطعام تاعك ديري له شويه زيت وتشمخيه بالماء، تخليه يتقطر وتفوري الطفيره الاولى. هنايا تبعيني مليح، كي تفوري الطفيره الاولى جيبي حطيه في القصعبيه بالكسكاس، رشي عليه شويه تاع الملح وديري عليه الماء يكون ساخن، كبي عليه هكا واحد الكاس تاع ماء ساخن، بعدها مباشره زيدي عليه الماء بارد كما كي تشوفي. هذاك الماء يهود في القصعه، بعدها رديه في الكسكاس وخليه يتصفى في خاطره مده 5 دقائق. بعد 5 دقائق نجيبوه، بعد ما يكون صفى لنا الماء نقلبه في القصعه. هنايا غادي نجيبو السمن، السمن يعطي ذوق رائع للطعام تاعك كما كي تشوفي. نخلوه يذوب فيه، من بعد نعاود نرجعه للكسكاس صحيح، ونفوره تفويرة الزوجة هذا مكان، وتخليه على جهة. وقت اللي تبغي تحطي حمي وكولوا بصحتكم. بالنسبة للمرق هذا، يعني المرق درته بيض ماشي حمر، وما درتش فيه الخضرة، درت فيه غير البصل واللحم، وهذا اللحم تاع الخروف من جهة الرقبة كما راكم تشوفوا. هنا درت غير البصل واللحم وشوية زيت زيتون والزيت نباتي والملح فلفل اسود والكركم وشويه تاع السكنجبير وعود قرفه، ودرت القزبر والكرافس يعني شويه شويه كما راكي تشوفي. هادو هما التوابل اللي حطيتهم، ومن بعدها غطيت عليه ودرت عليه شويه تاع الماء وخليته يطيب على خاطره. وزدت مع هذه الوصفه تاع تفايه المعسله اللي تجي فوق الطعام بالزبيب والبصل، تخرج بزاف بنينه. اللي ما عمره ما جربها نصحها باش يجربها. بالنسبه للوصفه تاعها غادي نخلي لكم الرابط في التعليقات مثبت، الوصفه تاع هذه التفايه والكسكس بالدجاج، الطعام بالدجاج والتفايه يخرج بزاف بنين. وفي الاخير نقول لكم ان شاء الله يكونوا خفاف وظرف على قلوبكم. الصحن ها هو واجد تاع الطعام تاعنا باللحم والحمص والتفايه، الله يبارك. ننصحكم بتجربته، ما تنساوناش خوتي خواتاتي باللايك، ربي يحفظكم، اشتراك في القناه اذا كنتوا جداد، نقول لكم مرحبا بكم بين عائلتكم الثانيه قناه شيف خوخه. هذه هي، ما تنساوش تفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد فيديوهاتي، والبارطاج ربي يحفظكم. وما تنساش تبعوني في الانستغرام تاعي شيف خوخه، غادي نخلي لكم الرابط تاعها كذلك في التعليقات مثبت، وكذلك في صندوق الوصف. ونقولكم بصحتكم الى فيديو اخر ان شاء الله. باي.